دلوقتي عن الكنترول بانل. انت عندك في المشروع بتاعك، تعالى بقى نرسم مع بعض، وليكن مضخة الديزل، عندك مضخة الكهرباء، عندك مضخة الجوكي، او عادة بنحط المضخة الصغيرة في النص، جوكي وهنا كهرباء وهنا ديزل. بيبقى في عندنا لوحات كنترول، ولكن دي لوحة كنترول، دي لوحة كنترول، دي لوحة كنترول. طبعا بتاعت الجوكي بتكون صغيرة شوية، بس مش دي القصة يعني. وعندنا هنا تانك، هنيجي دلوقتي نتكلم عن التانك عشان التانك برضو ليه قصة. هنطلع من هنا نركب محبس وإستاندواي، نرمي في هيدر، الهيدر بيدخل هنا وبيدي هنا وبيدي هنا. طيب احنا قلنا السايزنج بتاع الماسوره دي والماسوره دي والماسوره دي والماسوره دي طبقا للان اف بي اي بناء على الجي بي ام. طب الهيدر، الهيدر ممكن يكون نفس مقاس قطر الكهرباء والديزل باعتبار اللي هم الاكبر، او ترفعه درجه بحيث انك تريح في الفلو. طيب اول نقطه لازم تاخد بالك منها، احنا لما بنيجي نشتغل احنا بنشتغل ان التانك ده بيكون تانكين. ايه الهدف من اللي هم يكونوا تانكين؟ الهدف ان لو انا بعمل صيانه في واحد، بنظف واحد، يبقى انا معايا الفلوريد بتاع التاني، وبناء عليه ما ينفعش يكون نقطه سكشن واحده. امال بقى هي كام نقطه سكشن؟ اتنين. يبقى دي واحده عليها محبس والتانيه عليها ايه؟ محبس. تانكين، بقى عندي تانكين. طيب السؤال، هل التانك الواحد بالقيمه الاجماليه للميه؟ الاجابه لا، التانك الواحد بنص القيمه الاجماليه، يعني انا لو عايز 30,000 جالون هنا 15 وهنا 15، ما بعملش تانك احتياطي للتاني، لا هو الاثنين شغالين مع بعض. هو الهدف ان انا لو بعمل تنظيف لواحد يبقى معايا على الاقل 50% من الميه في التاني. طبعا زي ما احنا عارفين او اس اند واي، او اس اند واي، او اس اند واي، وعرفنا خلاص ده لازمته ايه، واتكلمنا عن الهوك اب الرئيسيه هنا، وقلنا احنا هنطلع بهنا بالديسي تشارج، وبرده اتفقنا ان في عندنا هنا او اس اند واي، وعندك هنا محبس اللي تشيك، وهنا عندك الاو اس اند واي، وهنا محبس التشيك او اس اند واي، واتكلمنا ان كل مضخه بيكون عليها الهوك اب الخاصه بيها، سواء بريشر جيج او سواء الاير فنت بتاعها او قياس درجات الحراره، وبيكون عندك الريليف. قلنا بس اللي احنا عندنا في مضخه الديزل بنركب على الخارج هنا اهو، بيتقال عليه البي ار بي. وخلي بالك من نقطه ان الماسوره دي لو 3 بوصه بتلاقي الماسوره دي 6 و8 بوصه، لو لقيت الماسوره دي 4 بوصه تلاقي دي 8 بوصه. دايما ده اسمه السكشن بتاع البي ار في، وده اسمه الديستشارج بتاع البي ار في. طب بنجيب السايزنج بتاعه منين؟ من الان اف بي 20، تمام كده. طب بيرجع فين؟ بيرجع تاني للتانك. طيب اتفقنا اللي احنا بناخد من هنا ومن هنا ومن هنا ما يسمى بخط السنسنج لاين، واتفقنا ان خط السنسنج لاين هو بيكون مقاسه نص بوصه، وبيكون من الاستانلس او من النحاس، وهو رايح كل خط سنسنج لاين وهو رايح على الكنترول بانل بنركب عليه محبسين تشيك فالف مقلوبين، المسافه ما بينهم متر ونص. بعد كل محبس من دول بناخد نقطة ونركب عليها محبس درين، علشان لو عاوز أتأكد أنهي فيهم اللي مسدود بفتح الدرين، لو المية نزلت من الأولاني يبقى الأولاني مش مسدود، يبقى التاني هو اللي إيه؟ مسدود. طيب ليه بنعمل لهم الشيك فالف مقلوب؟ يعني إحنا عارفين إن الشيك فالف هو محبس بيعدي المية في اتجاه واحد، أنت أما تلفه في اتجاه المية إيه الهدف؟ الهدف انك تمنع ان الميه تعدي، فبنقوم رايحين عاملين فيه خرم 2.5 مللي. طب ايه الهدف من ال 2.5 مللي؟ هو اللي انت تعدي من خلاله الميه، فتاخد قرايه الميه جوه الكنترول بانل بقطعه الكترونيه اسمها الترانديوسر. الترانديوسر لو الميه راحت عليها بضغط عالي اللي هو ضغط سرعه ممكن يبوظ. فعلشان كده انت بتعمل كأن عملية سروترنج للفلو هو رايح على الترانديوسر. فاحنا بنركب اتنين محبس تشيك فالف مقلوبين
مخروم فيهم خرم من 2 ل 2 ونص مللي، المسافه ما بين الاثنين بتكون متر ونص، تحطهم في وضع افقي مش وضع راس عشان ما يتسدوش. الكلام ده على الثلاث خطوط سينسينج، كل واحد فيهم بيروح للوحه الكنترول، وطبعا كل لوحه كنترول بيكون طالع منها درين، الدرين ده متجمع على ما يسمى بالصمبت. وهنتكلم دلوقتي برضك على الصمبت. يبقى دلوقتي ده خطوط السنسنج لاين بتروح على الكنترول، الكنترول الدرين بتاعه بيروح على الصمبت. طيب ممتاز قوي، يبقى كده احنا جمعنا العناصر الرئيسيه. طيب انت كده الثلاث مضخات بتوع حضرتك ايه اللي حصل فيهم؟ طلعوا دي سيت شارج، انت ما جمعتوش. انت الطبيعي انت مش بتروح للمبنى بثلاث خطوط، امال بتروح بايه؟ بتروح اهو جمعنا هيدر، زي ما في هيدر هنا اهو عملنا هيدر ايه بعد. طيب الهيدر ده بقى لازمته ايه؟ لازمته اللي انت حضرتك بتاخد، ممكن تاخد من هنا ترجع تاني للتانك، ونقول على ده اسمه خط التست لاين. ايه الهدف بقى من خط التست لاين ده؟ تركب عليه محبس او اس اند واي، محبس او اس اند واي، وتركب عليه هنا حاجه اسمها الفلوميتر. الفلوميتر بتسيب هنا قبله 5 دي وبعده 2 دي، والمفروض ترجع للداتا شيت. يعني ايه اسيب قبله 5 دي؟ الماسوره دي لها قطر وليكن 6 سم، 6 بوصه، ف 6 بوصه في 5 دي، دي يعني ال 6 بوصه، ف 5 في 6 يعني 30 بوصه، 30 بوصه تقوم راح سايبه قدامي هنا اهو 30 بوصه، يعني حوالي دي 80 سم تقريبا او 75 سم. ليه؟ عشان الفلوميتر يقرا مظبوط، عشان الميه لما بتعدي من محبس بيحصل لها تربلنت، فالقرايه ما بتبقاش مظبوطه، وتسيب بعده 2 دي، وده بيرجع فين؟ بيرجع تاني للتانك. طيب حلو، امسح بس اللي فوق دوت عشان نعرف نشتغل. اجي هنا اهو واروح للمبنى. طيب حلو قوي، يبقى الهيدر بتاعي ده اللي حصل فيه نطببه من هنا ونطببه من هنا اهو، ده الهيدر بتاعه، ده راجع للتانك اسمه خط التست ايه؟ التست لاين، وده رايح للمبنى، ده الرايزر الرئيسي بتاعي. بنركب هنا عليه الارم تشيك فالف، ده ممكن يكون من النوع دراي او من النوع ويت، نبقى نتكلم عليهم بعدين، ده مش موضوعنا دلوقتي، او ممكن يكون ديليوج وبري اكشن وخلافه يعني. يبقى ده اللي رايح للمبنى، يبقى ده اسمه رايزر رئيسي. نفس القصه، الهيدر ده نفس السايزنج بتاع الهيدر ده. طيب والمصوره دي بالهيدروليك كالكوليشن غالبا مقاس دي هو نفس مقاس بيكون الديزل او مقاس الكهرباء. طيب والخط ده راجع تاني لايه؟ للتانك. يبقى الرسمه اللي قدامك دي رسمه توضيحيه لكل مكونات البامب روم. عندك مضخه ديزل، مضخة جوكي، مضخة كهرباء، قلنا إن كل مضخة من دول بتيجي بمجموعة من الهوكب عليها. طب جميل، أمين. قبلها أهم عنصر الأو إس أند واي. بعدها أو إس أند واي، وقبله التشيك فالف. وقبله مضخة الديزل ما تنساش البي أر في، وبيرجع لإيه؟ للتانك تاني. ودي بيتقال عليها ويست كو. طيب وبالنسبه للهيدر بتاخد منه خط اسمه خط التستنج لاين، خط التستنج لاين بيكون عليه او اس اند واي، وبعد او اس اند واي وفي النص حاجه اسمها فلوميتر. بتاخد من ما بين الاو اس اند واي والتشيك فالف خط اسمه خط السنسنج لاين، بيروح على لوحه الكنترول بانل بيبقى عليها اثنين تشيك فالف، المسافه ما بينهم متر ونص، وبعد كل محبس من دول تشيك فالف بتحط نقطه درين. خلي بالك ان المحبسين بيكونوا مقلوبين ومخروم فيهم خرم 2 ل 2.5 مللي. طب الماتيريال بتاعت السنسنج لاين نحاس او استانلس، قطرها نص بوصه. يبقى كده احنا وضحنا كل الامور التنظيميه في البامب روم. تعال بقى نتكلم عن شويه امور جانبيه.